كانوا يشتكون الجفاف وينتظرون المطر، ولكن ما أن نزل الغيث حتى غرقت الشوارع والبيوت في مدينة البصرة وطفى فساد المشاريع الخدمية. السكان المحليون قالوا إن منظومة الصرف الصحي في المدينة فشلت في استيعاب مياه الأمطار، ما أدى إلى دمار بعضها وتعطل المضخات وصغر قطر الأنابيب الناقلة للمياه وعدم صيانتها، أدى إلى وقوع الكارثة التي حلت في شوارع المدينة. كما كشف الأهالي عن فضائح في تصميم منظومة الصرف الصحي، حيث وبدلا من تصريف المياه إلى مصب النهر صارت تجلب المياه الآسنة من أحياء مرتفعة إلى أخرى منخفضة وتغرقها. يعني هاي الحالة ترضي؟ ترتاحون أنتوا على الحالة هاي؟ الماء يطب لبيوتنا، لا أنه قاعدة، لا أنه نومة، لا أنه راحة. هسه رضينا بتعيينات ماكو، عيشة ماكو، رزق ماكو، بس عم نريد نقعد ببيوتنا، نريد نقعد ببيوتنا نتشفى شركم، ما نريد خيركم. ترضوا هسه الحالة هيش الماء يطب لبيوتنا؟ أول مطرة ندعي يا رب كون يجينا المطر، والله العظيم بدنا ما ندعينا. يا أخي الله يقبل بها الوضعية هاي، يعني هم ما يشوفون مسؤولين ودولة وعلم وهذه وبلد نفط، يعني بلد نفط هاي أول مطر، يعني مطرت لها نص ثلاث ساعات أربع ساعات هاي صارت هيك، وتقدر تصور هسه أنت المنطقة، تصور الشارع والدنيا. هذا شارع مال المفتية، هذا شريان أبهر، هذا شارع مال المفتية، فرد الصور عليه وشوفه.